السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم صنبور لعملة الشيبا، هذا هو صنبور الخاص بهم. هنا عدد المشتركين، هنا عدد السحوبات، وهنا عدد الأيام الخاصة بالموقع. هو عبارة عن صنبور، أيضا صنبور تلقائي، رابط مختصرة بي تي سي وفرز. هنا أغلبية الربح، هنا وهنا، والتكست والتي والليفل وهكذا. خاص بقية الصنابير، ولكن هذا خاص بالشيبا. هنا إثبات المسحوبات السابقة، هنا 25 مليون و 16 مليون. إذا أردت التأكد بإمكانك الضغط على هذه، عندها لا زالت قيد التحويل، هذه قيد التحويل، هذه الآن خلصت انفتحت. إذا هنا الموقع بيحول مباشرة، هذه إثبات السحوبات الخاصة بالموقع. وهنا لا أعلم كم سيستمر الصنبور، وأرباح ممتازة من هذا الموقع لجمع عملات الشيبا. كل ما عليك هو فقط الدخول والتسجيل بالموقع من هنا، ريجستري نفس التسجيل في بقية المواقع السابقة. وهذا الإيميل، تقوم بتسجيل الإيميل واليوزر نيم الخاص بك، عفوا هذه الإعلانات المزعجة التي تطلع ليست بإرادتي. هنا اليوزر نيم والباسبورد الكونفيرم، تأكيد الباسبورد، ثم الريجستري. مع ملاحظة، إذا هنا لم تطلع لك الكابتشا اختر الكابتشا الأخيرة، في حالة لم تطلع لك الثانية أو الأولى اختر الثالثة الأخيرة. بعد التسجيل في الموقع تقوم بتسجيل الدخول مباشرة. ثم تقوم بتسجيل الدخول، إذا هذه واجهة الموقع من الداخل. لديك طرق الربح، إما من الإحالة أو من الصنبور أو من الصنبور الآخر أو من هناك عدة صنابير، عفوا هذه المهام. ثم هنا حجر النرد، ثم هنا أوت فوست الصنبور أوتوماتيك، وهنا مين الفوست، وهنا مينينج التعدين، وهنا الشورت لينك، وهنا البي تي سي، وهنا الليتري، وهنا التكست، وهنا الأوفرس. هذه المهام وهذا الأوفرس هو أكثر ما في الأمر من الربح. طبعا هنا عمل فيديو تقريبا بالنسبة للتكست، ضع فيديو واحد ونشره على يوتيوب، قاعد الفيديو واحد على موقعنا بجميع متطلبات، تم نشره من موقع يوتيوب للحصول على 10 متطلبات. العنوان تشمل شبعة هي الخاص بك، الوصف، وهنا انشاء مدونتك السريعة في بلوجرز. وهنا مدونة شيبا، موقع شيبا للصور، وهنا الشبكات الاجتماعية، وهنا يعني كلها، كل المهام هذه باونتي، عبارة عن باونتي أو مهام ستربح منها الكثير والكثير من هذا الموقع. صدقوني استغلوا هذا الموقع في اليومين هذا، أي فرصة من هذه الأشياء ستربحك الكثير، بالذات في هذه اليومين. طيب هذا بالنسبة للمهام. لمن أراد أو يستطيع أن يعمل الأوفرز فليفعلها، فهناك أرباح كبيرة. وهنا البي تي سي الإعلانات، اللي هي مشاهدة الإعلانات، الربح من مشاهدة الإعلانات، سيظهر لك هنا إعلان تقوم بفتحه ومشاهدته فقط. إذن هذه الإعلانات بإمكانك التصفح الإعلانات من هنا، أي إعلان، وسيزيد الرصيد لك. مثلا هنا هذا مثلا 7500، تقوم بعمل جو فقط، سيظهر لك الإعلان، ثم تقوم بحل الكابتشا فقط بالضغط هنا، ثم 50، وبالتالي حصلت على العدد، على المبلغ المطلوب. هنا الشورت لينكس، بإمكانك حل الشورت لينكس. طبعا في شورت لينك سهل وفي شورت لينك صعب نوعا ما. مثلا 7500، 6250 قطعة طبعا من العملة، وهذا مبلغ كبير نوعا ما. هنا شورت لينكس بإمكانك
المشاركة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وهنا لديك التعدين الخاص بهم. من هنا يبدأ من 50000 قطعة، وتقريبا الربح لا أعلم كم بالضبط، بإمكانك كسبها من الموقع ثم التعدين عليها، سنشرحه لاحقا إن شاء الله. وهنا أوتو فوستر الصنبور التلقائي، كل ما ضغط عليه يترك بس الموقع يعمل، وهو سيعمل لحاله. هنا إثباتات الدفع الخاصة بالموقع، وهذه القناة الخاصة بهم تقريبا، لا أعلم إنما قناة خاص بالمعلن، وضع يوتيوب خاص به. هذا هو الصنبور التلقائي، بيطلع تلقائي بيجمع لك العملة مباشرة بدون تدخل منك، أو تنتقل إلى عملك الخاص بك بشكل طبيعي أو بشكل آخر. عند السحب تقوم مباشرة بالسحب من الويذر درو من الصفحة الرئيسية مباشرة، تسحب إلى المحفظة الخاصة بك سواء على كوين باس أو الميتا ماسك أو التراست ويلت أو أي محفظة لديك فيها عملة الشيبا. سيكون لنا سحب آخر إن شاء الله من هذا الموقع، ولكن استغلوها يا شباب في البداية، كون التكست هؤلاء كثيرة ستنتحي من هنا أو ستروح عليكم. اكتسبوا في البداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب لنرى عملية السحب بعد قليل. إذا عندك من الصنبور أو عند الجمع، تنتقل مباشرة إلى الصفحة الرئيسية هذه الخاصة بك، مثلا الجمع 7850. طبعا هنا بيعطيك مبالغ كبيرة بالنسبة للشورت لينكس والتكست، عندما تصل 1,500,000 تقريبا من القطعة ستتحسب مباشرة إلى المحفظة الخاصة بك. تقوم بإدخال المحفظة الخاصة بك، ممكن بإمكانك إدخالها من الكوين باس، سأترك لكم الرابط أسفل الفيديو. هذه هي الشيبة بالنسبة للكوين باس أو أي محفظة أخرى لديكم. تقوم ب مباشرة فقط بلسخ نسخ العنوان الخاص بك ولسطه هنا، ثم السحب. إن شاء الله في الفيديو القادم سأريكم عملية السحب. عفوا بقية بس هذا هو الرابط، يعني هنا بتقوم بعملية الريكف، تقوم بنسخ العنوان الخاص بك بالشيبة ثم لصقه هنا فقط، لصقه بهذا الشكل ثم السحب. هذا كل ما في الأمر، وستصلكم مباشرة إلى المحفظة الخاصة بك بهذا الطريقة، وتحياتي لكم.